دي المحتويات، دي المحتويات الخاصة بالكورس بتاعك. خلاص كده؟ طبعا عندك الفولدر ده الأخير، طبعا ده دوت شكل الكتاب اللي هم بتاع مكتوب ذات نفسه. خلاص؟ اللي هو الإكزام ريفيو كيت. الفولدر ده فيه كورس أوفر فيو اللي أنا وريتهولكم من شوية، واللي هو فيه الأوفر فيو الخاص بالإيه؟ بالكورس كله. طيب، بعد كده هتلاقي مجموعة من الفولدرز، اولها 1.1 1.2 1.3 1.4 كده، تعرف ان الاربعه دول، الاربع دروس دول كده، دول خاصين بالجزء الاول اللي هو الكور بروجرامنج. خلاص 2.1 و2.2 و2.3 و2.4 دول كده خاصين بالايه، بالاوبجكت اورينتد. الاولهم ثلاثه دول 3.1 3.2 3.3 دول الجنرال سوفت وير ديفلوبمنت، اربعات دي خاصه بالويب، الخمسات دي خاصه بالديسكتوب، الستات دي خاصة بالداتابيز. خلاص كده؟ طيب لو دخلت اي فولدر من الفولدرز هتلاقي مجموعة من ملفات البي دي اف. ملف البي دي اف اللي هتلاقي مكتوب عليه بي بي تي، ده اللي هو المتحول من الباوربوينت اللي هو المفترض اللي فيه المادة العلمية اساسا، المفترض ان احنا نمشي على اساسها. خلاص كده؟ طيب اما بقى الفولدرات هتلاقي مجموعة من التنبيهات والنقط اللي انت المفروض تركز عليها، تاخد 25 دقيقه في الحته الفلانيه وتشرح دي في ثلث ساعه وتقول دي مش عارف قد ايه وكلام من ده، كلام توجيه للي بيشرح ذات نفسه طبعا ولا ببص فيها. خلاص ومجموعه من الاسئله، ومجموعه دي مجموعه من الاسئله اللي في الجزء دوت، وملف ثاني دي اسئله اهي زي بيسالك السؤال ده بيقول لك كاركتر ووردز مش عارف ايه، هل كده دي كده دي الجمله دي تعريف متغير صح ولا مش صح وكلام فاضي من ده، او بيبدا يجيب لك النقاط الاساسيه اللي انت اتعلمتها في الجزء ده. خلاص كده؟ كلام جميل. طب كده انت عرفت ايه المحتوى بتاع كل ايه؟ بتاع كل فولدر وكل الايه الحاجات. ماشي. اول ليسون عندنا، اول درس عندنا بيتكلم عن حاجه اسمها اندرستاند كمبيوتر ستورج اند داتا تايبس. لازم سؤال، بص بقى معايا، بيتكلم على الكمبيوتر ستورج اند داتا تايبس، هتكلم على الموضوع ده بالتفصيل. بيقول ايه الراجل؟ هناخد منه، هنمشي على الكلام اللي هو بيقوله كله، وفي نفس الوقت اول ما نقول حته عمل هنخش نفتحها نطبقها على طول. حلو كده؟ ماشي. طيب طبعا بيقول لك في الاوفر فيو بتاع الدرس، بيقول لك انت مفترض انك تفهم الستورج، عمليه التخزين، وانواع البيانات اللي هو انواع البيانات دي بتاثر على التخزين، فهم موضوعين او مفهومين مرتبطين ببعض لازم تكون فاهمهم. فبيقول ان احنا في الجزء دوت المفترض ان احنا نعرف ازاي الكمبيوتر بيخزن البرامج، وازاي بيخزن التعليمات المكتوبه، وازاي بيخزن البيانات كمان في الميموري، ازاي العمليه تبقى ماشيه كويس. بعد كده بيتكلم على حاجة اسمها الميموري ستاكس والهيبس. المفروض بيكلمنا على حاجة اسمها، في حاجتين كده في الميموري، حاجة اسمها ستاك وحاجة اسمها هيب. ما تترجمش. خلاص؟ الستاك بتقوم بإيه؟ هنقول. الهيب بتقوم بإيه؟ هنقول. خلاص؟ أو الستاك بتخزن فيها إيه؟ بتخزن فيها كذا وكذا وكذا. والهيب بتخزن فيها إيه؟ بتخزن فيها كذا وكذا وكذا. فأبقى عارف في جزء بيتخزن في حاجة اسمها ستاك وجزء عادي. هترجم مش هتفهم حاجة. العربي أصعب من الإنجليزي. لا ترجم ستاك هتلاقي بالانجليزي بالعربي المكدس، ايه بقى ولا المكرس، ما تفهمش حاجه، خليها ستاك حلو. خلاص كده؟ المهم نفهم بتعمل ايه وخلاص. طيب انا بس حابب اوريكم يعني ايه، ما اصلا مش تفهم، مش هتستفاد منها حاجه، المهم تفهم هي بتستخدم فين. الميموري سايز ريكويرمنتس، يعني ايه هي الحاجات اللي بنحتاجها عشان نقدر نحدد الميموري سايز من خلال البيانات المختلفة أو أنواع بيانات المخزنة المختلفة. ونتعلم على النيوميريك داتا، البيانات الرقمية، والتكست داتا اللي هي البيانات الإيه؟ البيانات النصية تخزن إزاي؟ فبيقول السؤال الأولاني كده، إزاي الكمبيوتر بيخزن التعليمات الخاصة ده سؤال المفروض نقدر نجاوب عليه بعد ما نخلص، يعني ازاي الحاجات دي بتتخزن المفروض نبقى عارفين. خلاص؟ نقدر نعرف انواع البيانات المختلفه، انواع البيانات المختلفه اللي ممكن نستخدمها، ممكن نشيل بيانات جواها. ايه ازاي نشيل بيانات مختلفه وانواع البيانات المختلفه جوه
الجهاز. طيب طبعا بيقول لك اوعى تكون داخل هنا وما تعرفش ايه هي المكونات بتاعت الكمبيوتر، اوعى. خلاص دي حاجه اساسيه. خلاص طيب هنعرف ايه المكونات الخاصه بالستوري بروجرام انستراكشن، ماشي. بس الاول يعني ايه اصلا انواع بيانات؟ نعم بيقول لي بقى الدكتور الصبح بيقول لي يعني ايه الاول بس الكمبيوتر تخش في النهارده بتاعتي، يعني ايه اصلا انواع بيانات عشان نبقى فاهمين. بيقول ان نوع البيانات خلاص لما بيبقى عندي مجموعه من البيانات ليها رينج معين. يعني ايه ليها رينج معين؟ يعني مثلا لما اجي اقول تاريخ الميلاد، تاريخ الميلاد معروف ان شاء الله تبدا من يوم 1/1 سنه 1 لغايه لما النهايه، فهي ليها رينج بيانات محدد. لما اجي اقول مثلا اسماء، اسماء ليها رينج بيانات محدد، يعني مثلا 50 حاله نصيه كده وبتكتب فيهم اسمك بقى على حسب. لما اجي اقول لك مثلا المرتب برضه بيبقى يعني بيبقى فيه كلمه رينج دي اكنها بالظبط كده زي ايه؟ زي اطار او حدود للبيانات المفروض تخزن في المكان ده، خلاص كده؟ سواء كانت هي 5 او 6 او 100 او 200 مش فارق معايا، المهم ان في حدود او نطاق لتخزين البيانات حد ذاته. معلش بالنسبه للناس اللي هي عارفه برمجه شويه وكده وماشيه، احس ان الحاجات دي نزلنا قوي، جبنا من تحت قوي، خلاص كده؟ بس مش مشكله، هو بيتكلم للناس اللي هي تجيب من تحت خالص، المفروض يطلع منها جامد يعني، بس انا المفروض نفهم برضه بقى ايه عشان لو في حاجه ناقصه او حاجه مش متظبطه تحاول ايه؟ تظبطها. خلاص؟ طيب. اما بيقول لي بعد كده اما الاوبريشنز، انا عايز اكلمك عن المفهوم الثاني. اما الاوبريشنز العمليات، الاوبريشنز اللي هي عمليه يعني تطلب منه حاجه تتنفذ، فبيقول لي الاوبريشنز دي كان بي بيرفورمد لازم تنجز اون ذا فاليوز، يعني ايه؟ تبدا تشتغل على بيانات. دايما العمليه بتشتغل على مثلا تاريخ ميلادك فتطلع لك العمر، تشتغل مثلا على الاسم بتاعك وتدمج جنبيه انت استاذ ولا دكتور ولا طالب ولا ايه، فبيطلع لك بياناتك. او يبقى في عمليه، العمليه دي سواء عمليه دوله، عمليه ضرب اسم، ضرب اي عمليه رياضيه او عمليه غير رياضيه، كلها بتتم على بيانات موجود، بتتم على بيانات ايه؟ بتتم على بيانات موجود. تاخد بالك بقى في رينج، في مجموعه من البيانات، وفي عمليه بتقوم على الايه؟ على البيانات دي. خلاص كده؟ طيب فبيقول بقى ان الداتا تايب ده بقى هو اللي بيخلينا نقدر نوصل نقول بقى البيانات دي اللي هتقوم عليها العمليه بتتحط ازاي في الذاكره وبنشتغل عليها ازاي. خلاص كده؟ فالداتا تايب بقى كده تفهم ايه بقى ده بقى ده يعني ايه داتا تايب؟ قال لك داتا تايب نوع البيانات. في عندي بيانات نصيه دي بيبقى ليها رينج معين، بيانات رقميه دي بيبقى ليها رينج تاني، بيانات زي التواريخ بيبقى ليها شكل تاني والى اخره. فأقول لك احنا نيجي بنخزن في الذاكره، نيجي بنخزن في الذاكره البيانات دي، بنشوف الاول نوعياتها ايه عشان اقدر اقول لا والله انا مش هخزنهم كلهم بشكل واحد، بشكل ايه؟ بشكل واحد. انا ايه اللي يخليني اخزن رقم خلاص في الذاكره زي ما اخزن تاريخ؟ التاريخ اكبر ومجموعه من الارقام المختلفه ما بينهم وبين بعض، تاريخ رقمين مثلا اليوم، رقمين للشهر، اربع ارقام للسنه، دي تنسيق معين وحجم معين غير الارقام. ايه اللي يخليك اسجل ده زي ده؟ قال لك لا، في الحقيقه احنا بنحاول نقسم البيانات الى انواع عشان توفر علينا في عمليه التخزين، وعشان تسهل علينا التعامل مع ايه؟ البيانات المخزنه. بالبلدي بقى خالص، كان نقطه تاني زي كده بالظبط، لما اجي اقول لك ايه؟ خد القلم ده، خلاص كده؟ ممكن تشيله في جيبك، خلاص؟ لكن مش هتبني معمل عشان تحط فيه قلم، خلاص؟ غير لما اجي اقول لك ايه؟ خد العربيه دي، العربيه دي تخزنها، يا تخزنها في مخزن في الجراج، صح ولا لا؟ لكن مش هتفتح لها معمل تخزنها فيه ولا هتحطها في جيبك. يبقى هي الفكره كده. في بيانات صغيره عايز ياخد لها حجم صغير من الذاكره، في بيانات كبيره بيحاول ياخد لها مكان كبير في الايه؟ بدا يقسم الانواع عشان يقدر يتعامل مع كل نوع بشكل ايه؟ بقدر بايه؟ يتعامل مع كل نوع بقدر. طيب بعد كده بيتكلم على مفهوم تاني، دي مجموعه طبعا ريفيو تيرمز، دي يعني بيرجع على مجموعه من المصطلحات اللي انتوا فاهمين.
اول حاجه الديتا تايب كنا عنه. المفهوم الثاني بيتكلم عن مفهوم اسمه garbage collection. الجاربج كوليكشن اللي هو يعني ايه؟ بيقول لك طبعا ما ترجمش خلاص؟ ايوه هتقول بعتوا لي بقى تجمعات دم الزباله ايه مش عارف اقولها ايه خلاص؟ هي ترجمتها كده ترجمتها ايه؟ ايوه ترجمتها كده بقول لك معناها كده خلاص؟ المفهوم ده بيقول لك ايه الجاربج كوليكشن ده؟ بيقول لك كان في لغات زمان كنت تيجي تعرف مثلا تقول انا عايز استخدم حاجه معينه اخزن الاسم في الحته دي في الذاكره فتقوم واخد كده تقوم مدور على الرامر ومدور على خانه الرامر وحاطط فيها ايه؟ الاسم ده في الذاكره خلاص؟ عايز اسجل الكلمات ده في حته فوريه في الذاكره بدل ما نحط في المكان ده الكلمه دي في الحته دي في الذاكره بعد كده البرنامج بيعمل شويه عمليات ماشي كده؟ بعد كده البرنامج بيتقفل وخلاص الموضوع انتهى فتلاقي ايه؟ انت لسه الكلمه متخزنه في الرامه زي ما هي ما اتمسحتش ولسه تاريخ الناس موجود في الرامه زي ما هو ما اتمسحش ولسه رقم الحساب بتاع البنك ما اتمسحش ولسه مش عارف ايه فكان بيبقى كل الكلام ده في الرامه فكان ممكن بعض البرامج الثانيه تبدا تلعب على الحته دي اللي هو تخش على الرامه واللقط بس كان موجود بيان معين بعينه فلو هو مثلا سبع خانات ورقم الحساب بيبقى سبع خانات اكيد ده رقم حساب من ارقام الحسابات قشطه كده سر خلاص وايه اخره فبدات تعمل معانا مشكله تمام بس بقى تعمل ايه يقول لك قبل ما تقفل البرنامج لازم تعدي على الرامه وتعدي على كل مكان تحت الذاكره ده تفضي اي معلومه موجوده عشان ما حد يقدر ايه ياخد المعلومه وكلام زي كده حتى لو كانت مشفره لو بيكون في التشفير وبعد كده ياخدوها عادي جدا مش اي مشكله بدات تظهر عندنا اعباء برمجيه اخرى ايه الاعباء البرمجيه ان انا اقعد اكتب الكود ولا اقعد امسح اللي انا عملته بقت مشكلة خلاص قال لك بعد كده اللغات الحديثة اللي بدأت تظهر قال لك بقت بتدعم حاجة اسمها garbage collection هي بقى اللي هي بتنظف وراك أنت عملت حاجة في الذاكرة فتحت مكان في الذاكرة وشلت فيه اسم أو رقم أو أي حاجة يجي هو أوتوماتيك خلاص أول ما سيادتك تخلص البرنامج يقفل يعدي أنت الذاكرة المتغير ده أو المكان ده في الذاكرة ما شلت حاجة تخص البرنامج ارمي المكان ده كان ارمي المكان ده كان فيه عمليه تحقيق ارمي ينظف وراه بحيث ان انت لو تقفل البرنامج هو اوتوماتيك يكون مسح اي حاجه تخص البرنامج من على الذاكره طبعا بيعلي البرفورمانس اللي هو مستوى اداء الرام بتاعته الجهاز بتاعك بيبقى احسن خلاص لانه ممكن يكون المبرمج اللي هو بيبرمج بايديه ينسي حاجات لسه موجوده في الذاكره مسحومه غير ده بقى لانه ما بينساش هو بيفتح المكان في الذاكره اوتوماتيك بيسجل عنده في المكان اللي فتح الحته الفلانيه في كذا في مكان تاني في مكان بيجي في الاخر خلاص هو واخد يوم ايه؟ معدي على الكل يوم ايه؟ مسح ومنظف كل حاجه خلاص يبقى ده مفهوم الايه؟ الجاربج كوليكشن يبقى دي بروسيس فور اوتوماتيك ريكفري اوف هيب ميموري خلاص كده؟ طبعا الترم هنا مش واضح معناه خالص بس انا وضحت لكم معناه بالتفصيل خلاص كده؟ طيب بعد كده بيقول لي عايز افهمك في جزئين عندنا في الـ في الميموري لازم تكون فاهمهم خلاص الميموري الاول بيقول لك ده ديفايس يعني في الميموري الاول ديفايس يعني هي مكون او اداه او حته يعني حاجه ملموسه يعني حاجه ماديه يعني كلنا عارفين الرام كلنا عارفين الايه حته الشفاطه تركب في الرام خلاص طيب ديفايس عادي جدا حته كده بنركبها في الجهاز في اساسها المعلومات بتقدر تتخزن وبتسترجع منها خلاص غير الهارد خالص الرام هنا بيتكلم على المعلومات اللي هي ايه؟ اللي هي في وقت التشغيل اللي هي المعلومات اللي خاصه بايه؟ بوقت الايه؟ تشغيل مش البيانات المخزنه ومتسيبه على الهارد ديسك بنتكلم على الرامه اللي مكان بتسجل فيه 5 زائد 5 بتحط مكان في الذاكره في حته اسمها 5 بتحط مكان ثاني اسمه 5 بعد كده مع 5 زائد 5 تطلع 10 بتحط مكان ثاني في الذاكره اسمه 10 بتحط فيه خد قيمه 10 فخد السنه اللي جنبك ما كانش ينفع تحسب اللي احنا كنا بنعملها في ورقه ما هو ده مكان برضه تخزين فبتجيب 10 ورقه فيها 10 زائد 10 ورقه ثانيه او في نفس الورقه خلاص ده مكان تخزين المعلومات اللي هي عمليه الخاصه بالعمليه خلاص طيب الهيب ده بيقول لك ده جزء من الميموري خلاص مخصوص للبرامج خلاص عشان تقدر تستخدمها كتخزين مؤقت للبيانات خلاص كده اما
اما السايز بتاعها ما بيقدرش يتحدد الا لما البرنامج بيشتغل. يعني ايه بقى الكلام ده؟ قالك في مكان في الذاكره اسمه هيب، يبقى انت بتستخدم، احنا قلنا ان الرياضه بتشيل فاليوز او الفاريبلز يعني او الرايتس انواع بيانات، كل نوع بيانات بيشيل ايه؟ بيشيل بيانات معينه. قالك العمليه مش بالبساطه، العمليه مش بالبساطه دي بس، هو اه فعلا هي بسيطه كده بس بعد كده بدات تعقد، يعني بدات او تعقد تبدا يبقى فيها توسع. فقال لك في بعض، في بعض الحاجات اللي تشتغل بيها زي مثلا، معلش هات المثال ده، زي ما اكون مثلا بعمل حاجه، يعني بعمل طالب خلاص، الطالب ده في بقى بيانات، بقى في بيانات كتير، رقمه واسمه ومش عارف ايه وحاجات كده كتير، وفي تحويل وفي نتيجه وفي امتحانات سنين وفي مش عارف، في عمليات كتير. الطالب ده ما هوش بيان بقى حد صغير، لا ده هو جواه مجموعه من البيانات ومجموعه من العمليات ومجموعه حاجات كتير جدا خلاص. فانا في البرنامج بتاعي لما اجي استخدم السيونت ده بلاقي ايه؟ بلاقي ان في مجموعه من مثلا جواه مجموعه من العمليات، وليكن 10 عمليات، 10 فانكشن، 10 ايه؟ وظائف معينه بيقوم بها اي طالب. هي مجموعه من البيانات المخزنه عن اي طالب زي رقمه واسمه وعنوانه وكمان ايه شويه معلومات. فلما تيجي تستخدم واحد زي ده في الذاكره، يا ترى سؤال الحجم المستخدم في الذاكره قد ايه؟ يقول لك لا ما اقدرش حد. ليه؟ يقول لك والله على حسب، انا ممكن اجيب السيولينج خلاص وابدا اشتغل عليه واشرح التفاصيل اللي جواه، فلاقي نفسي اشتغلت على تو فانكشنز، وظيفتين بس من الوظائف وقفلت البرنامج بعد كده. واحد تاني هيبدا يفتح الشيء بتاع السيرت ده والشغل بتاعه، فهيبدا يعمل يستخدم شويه حاجات كده او عمليات كتير، فيستخدم خمس عمليات من العمليات اللي موجوده. صح ولا ايه؟ واحد تاني يستخدم 10 عمليات كاملين، واحد تاني هيفتحه وخلاص مش هيستخدم حاجه ويمشي. فيجي يقول لك الهيب بقى هو المكان في الميموري المسؤول عن الحاجات دي. الحاجات اللي بتبدا تتحط في الرام اه يبقى ليها ادرس اه، بس ما بتتحطش كلها في الرام الا على حسب الايه؟ على حسب الاستخدام. اول تبدا تستخدمها استخدمت الفانكشن دي، فيبدا يوسع لك ايه؟ مكان في الذاكره على قدر الحاجه اللي انت عايز ايه؟ تستخدمها. هنا كلمه الفكره بتاعت الهيب. يبقى كده لو جينا كده قريناها تاني، الهيب ده كوريشن اوف ميموري، جزء من ميموري ريزيرفد محجوز فور ا بروجرام للبرامج تو يوز فور ذا ايه؟ تمبرري ستورج، عشان يستخدم كمساحه تخزينيه مؤقته خلاص للبيانات. السايز كان نوت بي ديترمايند، يعني الحجم بتاعها ما بيقدرش ان هو يحدد خلاص انتل ذا بروجرام از رانج، الا لما البرنامج يبدا ايه؟ يشتغل، يبدا يحدد الاماكن اللي تسجلها تبقى قد ايه؟ على حسب التشغيل. عرفنا يعني ايه الميموري، وعرفنا ان في جزء منها اسمه هيب. في جزء ثاني اسمه ستاك جوه الميموري. الستاك برضه ده جزء في الميموري محجوز للبرامج عشان تخزن البيانات. عشان تخزن ايه؟ تستور ستاتس داتا، بيانات او الحاله بتاعت البيانات، زي مثلا مجموعه من البروسيجر. البروسيجر هو عباره عن مجموعه من العمليات الايه؟ اللي ورا بعض، يعني لما تعمل كده ثلاث اربع عمليات ورا بعض بنسميهم ايه؟ بروسيجر. نعم. معلش خد بالك من الستاك، لان هو ما بيخزنش من الاساس البيانات. خد الستيتس دي اللي هي حاله البيانات، اللي هي حاله الايه؟ يعني ايه يعني؟ يعني ايه؟ بيقول لك مثلا انت عندك بروسيجر او فانكشن. يعني ايه بروسيجر اصلا او فانكشن؟ قلنا البروسيجر او فانكشن الاثنين بمعنى قريب جدا، في فروق بسيطه هبقى كده بقى. بروسيجر او فانكشن هي مجموعه من العمليات، ثلاث اربع خمس عمليات ورا بعض. خلاص؟ او عمليتين مش مهم، بس انا بقول لك يعني المعتاد زي ثلاث اربع عمليات ايه؟ ثلاث اربع عمليات ورا بعض بنجمعهم كلهم كده بنسمي دول على بعض كده بروسيجر او ايه؟ او فانكشن. خلاص كده؟ بيقول لك ايه بقى هو بيخزن ايه عنهم؟ قال لك انا بخزن حاله البيانات، بمعنى الكولينج ادرس. يعني ايه الكولينج ادرس؟ يعني مثلا انا المفترض عندي امر 2 3 4 5 ركز معايا في الحته دي، وعندي الناحيه الثانيه امر 2 3 4 دول في البروسيجر لوحدهم ودول في البروسيجر لوحدهم، خلاص كده؟ فاللي بيحصل ايه؟ انا ماشي في المجموعه الاولى عندي خمس اوامر، وفي المجموعه الثانيه عندي ثلاث اوامر.
فاجي في المجموعه الاول خمس اوامر امشي على السطر الاول نفذ بعدين بيعمل كده يمشي على السطر الثاني نفذ يمشي على السطر الثالث يلاقي نفسه بينادي على المجموعه الثانيه نفسه بينادي على مين؟ على مجموعه الثلاث سطور بتوع الايه الاوامر الثانيه تيجي على السطر الثالث يقوم رايح هناك ومنادي خلاص فينفذ السطر الاول نفس السطر الثاني نفس السطر الثالث كده يرجع بقى هنا يكمل الحاجات الباقيه صح ولا ايه؟ فاهم الفكره؟ ولا مش واضحه؟ يعني كده. يعني فاهمين فكرتها ولا رسمها على السبوره؟ لا هو مش السطر اثنين ثلاثه لا السطر الثالث بينادى على المجموعه الثانيه هو مش المجموعه الثانيه خد السطر الثاني الثالث فكده عايز يرجع يكمل بقى يرجع يكمل الحاجات الباقيه هو بقى بيشيل بقى الاستاك هنا بقى اللي صوت عليه بقى يقول لك مش هتحطها في السطر الثالث خدتها في المجموعه الثانيه خلص صدر ده خلصت ارجع تاني للسطر الثالث كمل هنا مش عارف ايه تمام هو اللي يحدد هنا انت خلصت ايه ما خلصتش ايه ما بعد كده كمل بحيث يعني مثلا اولاد بشكل تاني الاستاك مثلا حوالين ده يعملها ازاي جوه الرقم يقول لك الدكتور خمس اسطر ماشي دول ثلاث اسطر قال له اه دول عملوا خمس عمليات دول عملوا ثلاث عمليات تيجي انتوا في الصف الاول ماشي الصف الثاني ماشي الصف الثالث ماشي على الايه؟ على المجموعه الثالثه فيعمل ايه هو سيادته؟ اكنه بالظبط واخد ورقه قاعد على جنب يقول لك ايه ده مشي من السطر الثالث راح على المجموعه الثانيه المجموعه الثانيه ده في السطر الاول ده السطر الثاني ده السطر الثالث اه رجعه ثاني على السطر الرابع في المجموعه الاولى مين يوجه ويشيل المعلومات دي؟ هو المسؤول عن ايه؟ معلومات التوجيه اللي هي الكولينج ادرس الرامه مين بينادي على انه حته بالظبط خلاص كده؟ طيب الباسد بارامترز يعني ايه الباسد بارامترز؟ ممكن انا وبنادي على المجموعه الجروب الثاني انا بنادي على المجموعه الجروب الثاني اللي هم الثلاث سطور دول اقول لهم على فكره اعمل الثلاث سطور دول بس ابعتهم في النت احمر عشان يعرفوا يعمل الثلاث سطور دول امين على احمد بس دي اسمها باص البارامتر البارامتر ده بيترمي من مجموع السطور في برنامج الى مجموع السطور في برنامج ايه؟ في برنامج احمر بيترمي بقى بيبقى ماشي ازاي ده؟ مين المسؤول عنه؟ الاستاذ دي حاجه ثانيه من الحاجات اللي هي الاستاذ المسؤول ايه؟ مسؤول عنه. خلاص كده؟ طيب. And sometimes the local variables. واحيانا بيشتغل برضه على المتغيرات العاديه. احيانا بيشتغل على المتغيرات الايه؟ على المتغيرات العاديه برضه ساعات بيشيل مع كل حاجه. ده حسب البرمجه ما اعرفش ازاي. لكن انا ما بتكلمش على حسب ما اعرفش ازاي بتبرمج الكلام ده. انا بتكلم هو في العمليه لما بيحصل عمليه زي كده بيعمل ايه؟ لكن ازاي انا اعمل برمجه زي دي ربنا يسهل. خلاص هتشوف الكلام ده بيعمل ازاي خلاص كده واحد رؤيه عرفنا ايه الفرق ما بين الميموري العاديه وبين الاستاج وبين الهيب ويعني ايه جاربج كوليكشن وعرفنا يعني ايه ديد تايب وعرفنا شويه مفاهيم اساسيه طيب فبيكلمني طبعا بيقول لي ازاي الكمبيوتر بيخزن بيستورز البروجرامز ان ميموري. بعدين طبعا بيكلمني مفاهيم بدائيه خالص فبيقول لي الكمبيوتر بيكيبس الداتا اند بروجرامز ان ستورج از فلوز يعني زي اللي جاي دوت بيخزن الايه؟ البيانات والمعلومات في شكل من الشكلين. ايه هما؟ حاجه اسمها برايمري ستورج حاجه اسمها ايه؟ سكندري ستورج. البرايمري ستورج معروفه طبعا بحاجه اسمها راندوم اكسس ميموري الري رام خلاص طبعا هي الميزه بتاعت راندوم اكسس ستورج طبعا مفهوم جدا ان انت لو عايز تنقل المعلومه لو الميموري دي عباره عن خانات سيلز ورا بعضها كده 20 خانه يعني فلو انت عايز توصل للمعلومه رقم 18 بتروح لها بشكل ايه؟ مباشر مش دايركت يعني خلاص مش مضطر امشي على 1 2 3 4 5 6 7 8 مجموعه 18 فهو انا خلاص صوت المعلومه ما يحتاجش ان هو ايه؟ اللفه دي هو بيوصل بشكل ايه؟ بشكل مباشر على طول خلاص كده؟ طيب بيقول لك دي اتس ميد يعني هي مصنوعه من ايه؟ من ميموري تشيبس طبعا هي الشبايه يعني بتبقى موجوده على الشبايه يعني حاجه بتركب كده موجوده في الجهاز خلاص كده؟ طبعا بيقول لك ان الرامه دي بتبقى مرتبطه الرامه دي بتبقى مرتبطه بحاجه اسمها سيمي كوندكتور سيمي كوندكتور ده حاجه كده زي موصل
الموصل ده بيبقى واصل اللي هو بتاع الرام، هو متوصل وكونكتد على طول بالايه؟ بالبروسيسور. خلاص يعني في موصل ما بين الرام والايه؟ بالبروسيسور ده والسيمي كوندكتور ده بيبقى حاجه سريعه جدا، خلاص كده؟ يعني حاجه بتبقى سرعتها اعلى من الرام وبال وبتاع المريجع والهارد سامر ده حاجه ثانيه خالص. سيمي كوندكتور. خلاص؟ طيب. بعد كده مش عارف انا رحت فين، ايوه بيتكلمنا على السكندري ستورج. طبعا ده السكندري ستورج اللي هو الهارد ديسك في حد ذاته او الايه او الحاجات اللي هي بقى زيه او ما شابه يعني بقى الفلاش ميموري والحاجات دي تعتبر برضه ايه والسيريهات والكلام ده كله يعتبر دوت يعتبر بنعتبره سكندري ستورج. خلاص تخزين تاني طبعا بتقدر تريد وترايت منه والكلام ده كله. طبعا هو بيفهمني بيقول لي بقى ازاي في ان في الهارد ديسك is consists of هو بيحتوي او مكون من اوف ريد اند رايت ريد اند رايت هيد بيبقى فيه هيد كده فوق الاسطوانه اللي فوق. خلاص هو بتلف الاسطوانه وهو بيبدا يتحرك معاها اباف روتيتنج بلاترز هو بتلف البتاع فبيقول لك ان هو مفترض ان هو بيبدا فيه هدين كده فيه في راسين كده تبقى ماشي. شوف كل البتاع بتاع الاغاني القديم ده خلاص في اسطوانه بتلف وفي هيد محطوط عليها فيبدا يقرا منها. الفكره هي الفكره خلاص. الهارد ديسك بيقول لك ان هو بيبقى شغال بنفس الطريقه بس طبعا بحاجات ادفانس شويه بس بيبقى نفس برضه فيه هيد للقرايه والكتابه وبيبدا يتنقل ما بين الاسطوانات او في مكان ما بين الاسطوانه والاسطوانه وكلاستر وكلاستر بنفس الايه الفكره ماشي. فبيكلمني تاني يقول لي تعال نشوف بقى تبسيط انواع البيانات تخزن ازاي في الميموري انواع البيانات وبيقول لي بالمره اعرفك على كام نوع من اللي بتخزنه في الستاك وكام نوع من اللي بتخزنه في الايه؟ في الهيت. قلت له ماشي. قال لي الفاريبلز بقى. ايه بقى الفاريبلز الاول؟ احنا قلنا داتا تايبس احنا قلنا يعني فاريبلز. داتا تايب قلنا نوع البيانات. الفاريبلز بالظبط لو انت مثلا بتعمل معادله رياضيه عندك بنسال كل الناس عدى على كل الناس. بتقول ايه؟ C بتساوي 2 زائد مثلا ص. حد يتوقع C بتساوي 2 زائد ص؟ حد يتوقع ان انا ممكن اقول C بتساوي كام؟ ممكن تطلع بتساوي احمد؟ ايه القضية؟ ايه القضية؟ C في حد ذاتها هي رمز. C في حد ذاتها ايه؟ هي رمز. معروف سلفا او سابقا ان هي هيتخزن فيها نوع معين من البيانات. لما اجي اقول س بتساوي 2 زائد ص اوتوماتيكلي كده بفهم ان س دي اكيد هتشيل رقم معرفش ايه هو بس هتشيل رقم. لا اتخيل نهائيا ان هي تطلع نتيجه س يبقى طلعت بتساوي احمد مش هينفع خلاص لان الباقي الاول من المعامله بتاعتي ان هيبقى فيه رقم. هيجي يقول لك الفاريبل عباره عن ايه بقى؟ قال لك السين ده الفاريبل بتاعك. ده الايه؟ ده الفاريبل بتاعك. وكل فاريبل منهم اي فاريبل بستخدمه اوتوماتيك بيبقى ليه داتا تايب، اوتوماتيك بيبقى ليه نوع ايه؟ بيبقى ليه نوع بيانات، ده اوتوماتيك. لما اجي اقول سين اعرف اوتوماتيك ان نوع بياناته بالنسبه لنا في المعادله الرياضيه ان ده فاريبل يعني ايه؟ يعني السين ممكن تشيل 5 ممكن تشيل 6 وما تخش بالمعادله قدام ممكن تبقى 7 عادي. دي معنى دي من هنا جت كلمه فاريبل متغير. لان قيمته بتتغير على حسب الايه؟ على حسب العمليه، قيمته ما هياش قيمه ثابته ومعروفه، لا قيمته تتحسب على حسب الايه؟ عشان كده سموها فاريبل. خلاص كده؟ اما نوع بياناته الفاريبل لازم يكون نوع بيانات. بيحدد فيه هيشيل بيانات نوعها ايه؟ سابقا. سابقا يعني من قبل ما تقدر تشتغل المفروض تبقى انت عارف هو هيخزن فيه بيانات ايه؟ وفي بعض الانواع اللي بستغلها وانا مش عارف هيبقى فيها ايه. فبحدد ان نوعها غير محدد الى ان يبقى في يفرق عنها ربنا. ممكن دي كده. فين؟ دي؟ لسه قلنا لسه هنا في كلمه انا مش قلت اول كلمه. هتيجي دلوقتي. زي يعني زي اكزامبل زي. خلاص؟ الفاريبلز ستورد بتخزن برضو في الستاك او في الهيب بناء على نوع يعني الفاريبل في حد ذاته يا جدعان مش بيتخزن في الستاك ولا بيتخزن في الهيب لا على حسب نوعيته انا اقدر اقول ده بيتخزن في الستاك ولا في ايه؟ ولا في الهيب. فبيقول لي مثلا
حاجه اسمها الفاليو تايبس. ايه الفاليو تايبس؟ يعني المكان فاريبل بخزن فيه قيمه معينه، سواء كانت القيمه دي قيمه رقميه او قيمه نصيه او قيمه تاريخ او حاجه، يعني حاجه بتتخزن كمان، ده نرزه يعني نرزه، دي معنى كلمه فاليو تايب. زي ايه مثلا؟ قال لك متغير نوعه انت، والانت ده معروف بشيء ارقام صحيحه خلاص كده، او متغير ايه نوعه دبل، والدبل ده معروف مكان بيشيل ارقام فيها كسر ارقام عشريه، والفلوت كذلك مكان بيشيل ارقام كسريه، في اختلاف ما بينهم بس انت مش وقت الوقت. قال لك دول كلهم جو اون ذا ستاك، دول كلهم اتخزنوا فين؟ في الستاك. عرفنا ماشي كده الانواع اللي بتبقى شبه كده اتخزنت في الستاك. حاجه ثانيه اسمها الريفرنس تايب. ايه الريفرنس تايب؟ قال الريفرنس تايب اللي انت قاعد ريفرنس يعني يشير، انواع بتشير الى حاجات ثانيه لمكونات اخرى، زي مثلا انواع اسمه سترينج. نوع السترينج ده هو مجموعه، يعني هو دي تكتب اسمك بتخزنه في نوع سترينج. فيقول لك السترينج في حد ذاته، طبعا دي دخلنا في حته جدليه، ان في لغات بتستخدم السترينج تخزنه كفاليو، في لغات بتخزنه كريفرنس. انا بتكلم من منطق السي شارب خلاص كده، محدش بيزعل. وكذلك الجافا، وكذلك السي بلس بلس، وكذلك اي حاجه تاني فيجوال فيزيك، ماشي بعيدا عن فيجوال فيزيك خلاص كده، عشان فيجوال فيزيك وضفت ليه ليها كده كلمه، لكن هي سي شارب سي بلس بلس جافا الخمس لغات كلهم واحده بالنسبه لي. لغه ايه الريفرنس؟ ريفرنس تايب، ريفرنس تايب خلاص. يعني ايه بقى؟ تيجي يقول لك اصلا الاسترنج ده ما هوش مكان في الذاكره. ازاي يا ابني؟ يقول لك هو مكون من مجموعه من مجموعه تايب ستاك. يعني في نوع مشهور اسمه كاركتر، في نوع مشهور اسمه ايه؟ كاركتر. ايه الكاركتر ده؟ بيقول لك ده بقى متغير يشيل في الذاكره حاجه واحده بس، يعني يا خانه واحده رقم، يا خانه واحده نص، يا خانه واحده رمز، يا خانه واحده، بس ما بيشيلش ايه؟ اخره يقدر يشيل على كتفه خانه، لو شلته خانتين يقع ما يقدرش يستعمل. هو في الكاركتر بيشيل خانه ايه؟ خانه واحده. قال لك الاسترينج ما هوش نوع مختص في الحلقه بذاته، لا ده هو مجموعه من الكاركتر. هو مبني كده اصلا جوه. ان هو مش نوع اساسي، لا ده هو مجموعه من ايه؟ كاركتر جنب كاركتر جنب كاركتر، يعني حرف جنب حرف جنب حرف جنب حرف جنب حرف، عمل لك ايه؟ الاسترينج. بيقول لك ده بيتخزن، بيقول لك بيتخزن في الهيب. قول له ليه؟ يقول عشان مش هقدر احدد حجمه سابقا. لكن لما احط كلمه احمد اقدر ساعتها اعرف ان هو خمس حروف، فحدد ان هو اربعه كاركتر او خمسه كاركتر، اعرف ان هو خمسه ايه؟ خمسه كاركتر. فبعد ما تحط البيانات ابدا احدد ايه؟ حجمه في الذاكره. لكن لو جيت قلت سترينج انا هعرف ده سترينج، اسمه اكس او اسمه نيم. النيم وده حجمه هيبقى في الذاكره ايه؟ السترنج، خدت كسترنج في الذاكره. تيجي تقول النيم يقول لك النيم ده ما اقدرش حد، ما اقدرش اقول قد ايه في الذاكره، ما اقدرش اقول قد ايه في الذاكره. ليه؟ هستنى البيانات، ليه؟ عشان لما استنى البيانات اقدر احدد هو يبقى كام كاركتر موجود عند الذاكره. ولا كده. خلاص كده؟ فيقول لك الانواع اللي زي دي تتخزن عندنا في الايه؟ في الهيب. بيجي يقول لي معلومة مهمة جدا. نعم. ما هو ده نوع وده نوع. ما هو الأوبجيكت زي ما قلنا قلنا السيمس ما كانش أوبجيكت، هو الأوبجيكت نوع برضه ثاني. هو بيديك إكزامبل يعني زي ما قلنا الإنت والدبل والفلوت دول أنواع، فأنا مسكت واحد بس مش هقولها، بعد كده أنواع لسه هقولها بالتفصيل. إيه؟ بيشتغل في الهيب برضه بنفس الطريقة. بس الأوبجيكت ده معناه الاوبجكت عشان برضه ما في التفصيل الاول لسه هشرح الكلام ده تاني لسه قدام. الاوبجكت الاوبجكت نوع بيانات تاني غير محدد. نوع غير محدد، يعني انت ما تكونش عارف تخزن الرقم ولا تخزن النص، تهت يعني عرف نوعه وحدد نوعه اللي دوت اوبجكت. طبعا انا ما اقدر اشيل اي حاجه، ما اقدر اشيل اي حاجه، ده حد بيسال لما تحط البيانات هتقدر يعرف. سمعوا سمعوا معنى كده ان السترنج ام اس سمول زي ما اتفقنا تسجل في الستاك، وام اس كابيتال تسجل في الهيب. هتقول اه يعني لو انا
عايز اعرف متغير انا لسه مش عارف حجمه هيبقى كبير ولا صغير، يبقى اخليه يبقى احسن، اخليه في السي اس الكابل عشان ما يحجزش في الذاكره الى ان ايه؟ ان انا احط قيم جواه. اما لو انا عارف ان في قيم معينه وعلى قد السترنج الاساسي زي ما تشوف السترنج بيشيل قد ايه من الذاكره، يبقى خلاص اعمل سترنج سمول لانه هيحجز المكان، انه هيحجز الايه؟ المكان قبل ما يحجز ده تحطه جوه بيانات اصلا. فاهم الفكره؟ طيب افترضنا عندي كلاس، افترضنا عندي ايه؟ والكلاس، الكلاس ده على فكره كلاس يعني مجموعه من الايه؟ مجموعه من المتغيرات والفانكشنز والبرامج ومتجمعين كلهم كده ايه؟ في حته واحده، دي معنى كلمه كلاس لما هنبدا نتكلم بالتفصيل قدام. تيجي يقول لي ايه؟ لو عندك كلاس من الكلاس والكلاس ده جواه مجموعه من الفاريبلز مثلا. فالفاريبلز ديت هي على الاساس هي في الاساس فاليو ستورج، فاليو تايب، في الاساس فاليو ايه؟ بيانات تتخزن في الستاك، صح كده؟ تيجي يقول لي ايه؟ الكلاس ده دلوقتي اصلا كله على بعضه هو هيب. هو هيب، ليه يا عمي؟ قال لك انا لسه مش عارف هيستعمل كام فانكشن منه وكام ساعه، لا زي ما عشان قبل كده زي السيرت، السيرت كلاس. قال لي ايوه. طيب، قال لي بقى لو افترضنا ان هم داخلين في بعض، يعني في كلاس والكلاس جواه اصلا متغيرات، دي الفكرة؟ فهتبقى المعاملة إيه؟ ليهم. قال لك لا، الفاليو تايب في الكلاس بتتخزن مع الانستنس اوف كلاس اون الهيب. يعني حتى الفاليو تايب ما بتحجزلهاش مكان في الإيه؟ في الستاك، إلا لما تبدأ تشتغل عليها. دي مقولة تاخد بالك منها، مفيش بوست تقول لك قصدي على إيه؟ ده الفاليو تايب، إمتى؟ يقول لك لا. طول ما هو لسه ما اشتغلش عليه ما بيتحطش لسه. خلاص؟ لسه ما بيتحطش في الايه؟ في الاستاذ. خلاص كده؟ دي معلومه عشان ما حدش يقول لك الاخر مع بعض. خلاص زي الكلاس، الكلاس بيضمهم مع بعض فعلا. اللي هو بيبقى عباره عن حوالي بتضم اكتر من ايه؟ اكتر من حاجه لك ما بتقومش خالص غير لما تبدا برضه بايه؟ تبدا تحطها على ايه؟ على الرن. طيب. الاستاك بيكلمني تاني، رجع يتكلم عن الاستاك شويه، قال لي والله في كام معلومه كده ما قلتهمش في الاستاك عايز اقولهم لك. قلت له قول. قال لي البيانات الفاليوز اللي متخزنه في الاستاك خلاص بتدار من خلال وزاود جاربج كوليكشن. بيقول لك المعلومات وبات المفروضه دي، بيقول لي المعلومات المتخزنه في الاستاك بتدار يعني بتنظم وبتترتب من غير جاربج كوليكشن. تقول لي ايه بس؟ عجبتنا الجاربج كوليكشن كنا قلنا كمان. قال لك بس افهم بقى. قال لي ليه بقى؟ بيكوز ايه؟ الايتمز اللي بتتاد يعني الحاجات المعلومات اللي بتتخزن خلاص اند ريموفد وبتتشال خلاص من الاستاك، يعني الاستاك ده في مجموعه اللي عاملاها كده. فبيقول لك على فكره البيانات اللي بتتخزن او بتتشال من الاستاك بتشتغل از لاست ان فيرست اوت، لاست ان فيرست اوت، او تقدر تسميها ليفو. خلاص ايه ليفو ده؟ لا ليفو ان لاست ار ان لاست ان اخر حاجه دخلت خلاص فيرست اوت اول حاجه ايه؟ اول حاجه تخرج. بمعنى كلمه ايه؟ ليفو. خلاص اخر حاجه اهي لاست ان اخر حاجه تخش هي اول حاجه تخرج، يعني زون. يعني ايه؟ ظلم. يعني ايه بقى انا كنت انا عرفت انت عايز تقول ايه الكلام ده؟ قال لك بص فاكرين المثال اللي قلته لكم؟ لو في برنامجين، برنامج فيه خمس اسطر، برنامج فيه ثلاث اسطر، فاكرين ده؟ لما كان في السطر الثالث في المجموعه الخامسه كان بيطلع على المجموعه الثالثه، صح كده؟ فبيقول لي عارف اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ايه؟ فيرست ان، الفيرست ان بتاعتك هو الفيرست اوت، الفيرست ان يعني اول حاجه تخش معلش اللاست ان اخر حاجه تخش هي اول حاجه بت ايه؟ اول حاجه بتطلع. يعني هو على فكره هو في انا عشان بس ما نقعدش على بقى في الحته دي ولسه في انواع للموضوع دوت في ترتيبات كتير، بس انك تقول اخر واحد يخش هو اول واحد يطلع. فلما تيجي تبص على الاستاك بتاعتك لما تكون مرتب مجموعه يعني مجموعه من الاوامر فوق بعض فيقول لك انا دلوقتي
جيت في الخمس سطور بصيت الصف يعني الاول الثاني الثالث تحت بعض كده صح كده؟ وابدا اشتغل بلات الزاب كل واحد يخلص برميل، كل واحد يخلص بايه؟ برميل. لما لقيت على الثلاثه الثانيين عمل ايه هو؟ قام واخد الثلاثه جداد وحطهم فوق الايه؟ فوق الجداد. حطهم فوق الايه؟ جميل الفكره ديت؟ قام واخد الثلاثه اللي هنا قام حطهم فوق الايه؟ فوق الجداد. ومين ينفذ مين؟ الجداد. اللي لسه جاي هو اللي يبدا يشتغل مش القديم. فهمتوا الفكره؟ ده صح ان من وجهه نظر دي خلاص؟ لكن ممكن تكون عايزين نمشي بالعدل يا اخي. انا جاي الاول حاجز الاول امشي الاول. ممكن تكون انت في البرمجه عايز كده. يعني ممكن تكون انت في البرمجه تضطر انك عايز تمشي انا جيت الحاجه جت الاول تمشي الاول. اللي هو فيرست ان فيرست اوت هو فيفا. خلاص؟ لكن الاستاب بيشتغل ليه؟ اللي هو اللاست ان هو ايه؟ فيرست اوت زي ما اتفقنا ان هو خد الثلاث اوامر اللي موجودين في البرنامج الجديد حطوهم فوق قدام واشتغل من ايه؟ من الجديد اللي هم دول بعد ما دول خلصوا لقى نفسه لوحده قام شغال على السطور يعني كمان زي وصار كده في دماغه كده ادي خمس سطور السطر الاول خلص اتكمل السطر الثاني خلص اتكمل السطر الثالث قام على الثلاثه الثانيين خلاص؟ الثلاثه الثانيين وحطوهم فوق الايه؟ فوق الاثنين الباقيين خلاص الثلاثه كده خلص فوق الاثنين الباقيين جاب الثلاثه نفذ لقى نفسه اوتوماتيك فاضل له ايه؟ سطرين نفذ صح على دي طريقه الايه؟ دي الطريقه الخاصه بالاستاك فبيقول لي خد بالك ان في حاجه اسمها ستاك اوفر فلو اكسبشن بيقول لي في خطا بيقع في الستاك على طول خد بالك منه كده يعني هو بيقول باي ذا واي يعني هو بيتكلم كده قال لي في خطا بيقع دايما اسمه ستاك اوفر فلو اكسبشن والخطا ده بيقع خطا بيحصل في المنتشرات في الستاك والذكريات اللي عامل بتاعتك ممكن الخطا ده يحصل ايه بقى ليه بقى؟ بيقول لك لانك انت اكيد بدات تستخدم كميات عاليه جدا من المترتبه في الاستاك عمال تحط حاجات وحاجات 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 فما هو مش قادر يستوعب الترتيب بتاع الايه؟ الحاجات بيضرب منك حاجه اسمها ستاك اوفر فلو اكسبشن بمعنى ان هو عمال يرص حاجات فوق بعضها لدرجه ان هو مبقاش عارف يعني مالف الذاكره بشكل ان هو مش قادر يخلصه مش قادر يرتبه فكنت المفترض ان سيادتك الحاجات اللي ورا قوي دي تتكل على جنب ما تشتغلش بيها خالص غير لما تخلص ايه؟ خلص الاستاك وبعد الاستاك في اخر سطر في الاستاك ثم نادي على ايه؟ على استاك ثانيه تقوم بيها بدل ما انت عملت الاصول كلهم فوق بعض وقعدت تشغلهم كلهم مره واحده. لا انت وقت ما تحتاج تروح تنادي وتحط كله. فانت تروح تنادي تحط حاجه ايه؟ معلش انا بقول لكم كلام كده تحس ان هو المهم تبقى فاهم. انت مش عارف هتعمل ازاي. مش مهم. هتعمل ازاي انا لسه قدام هنشوف الكلام ده بيتعمل ايه؟ بيتعمل ازاي؟ طيب اما بالنسبه للهيب بيقول لك الهيب بقى الميموري بتاعته بيحدد او بنحدد بنعمل الوكيشن للميموري بتاعته ازاي؟ زي ما احنا قلنا المثال بتاع السيلندر افترضنا ان السيلندر ده زي ما قلنا كلاس كلاس يعني حاجه كده جواها مجموعه من العمليات اللي بيكون بيها اي طالب زي مجموعه من الوظائف اللي بيها اي طالب وفيها شويه بيانات بتتخزن على اي طالب خلاص كده؟ ده بنسميه ايه؟ كلاس واتفقنا ده بيبقى موجود في الهيب ما حدش بيقدر يشتغل بيه غير لما تبدا تعمل له ايه؟ راين هنقول الراين دي في البرمجه جوه البرمجه لما نتعلم كده بنسميها ايه؟ بنسميها ليها مصطلح اسمه اوبجكت اسمها مصطلح اسمه ايه؟ لما اقول عملنا اوبجكت او انستنس او اوبجكت او لما اقول كده معناها ان انا خلاص حولت الكلاس من الحاله اللي هي سرد الى حاله التشغيل الى حاله الايه؟ كلمه اوبجكت او كلمه ايه؟ انستنس خلاص كده؟ فبيقول لي ايه؟ الميموري بتاعتي بتتحدد حجمها وانت شغال في الهيب when we create a new object يعني اول ما بنبدا نعمل ايه؟ يعني ايه بقى عايزين نعمل اوبجكت؟ يعني معنى كده عايزين نعمل اوبجكت عايزين نشغله عايزين ايه؟ نشغله خلاص؟ وساعتها طبعا بيحدد الكمبايلر مش عايزين نخش عليه كومبايلر كومبايلر اللي هو البرنامج اللي بينفذ لك الكلمات دي مترجم بس مش عايزين نقولها مترجم عارف حد يكتب لها ترانسليتر ولا حاجه كومبايلر هو حاجه كده مختصه انك تكتب لها وهي بقى تفهم اللي انت كتبته دوت اللي انت عايز تجمع دول وتضرب دول وتعمل ايه اللي بتنفذ بقى العمليات الفعليه اسمه كومبايلر اسمه ايه؟ في انواع ثانيه بس الكومبايلر بيقوم بالوظيفه دي بس ايه؟ الكومبايلر بيقوم بالايه؟ بالوظيفه دي وبناء على كده الكومبايلر بيقدر يحدد how much memory is needed
يقدر يحدد انت كده عايز قد ايه من الذاكره بناء على الحاجات اللي انت بتعمل لها ايه؟ الحاجات اللي انت بتعمل لها ران. طبعا بيبقى واقف ومحدد يعني على اساس الاماونت اوف ميموري سبيس على حسب الايه؟ حجم الايه؟ حجم الذاكره المتاحه ليه والى اخره، والادرس بقى الميموري ادرس بيظبطها والكلام ده كله، والريبريزنتنج اللي هو التمثيل اللي بتمثل ازاي الذاكره والكلام ده كله. يبقى ما قالش حاجه في المعلومه دي، لان انا خدت الموضوع بتقديم قبل كده بالتفصيل، فهو ما قالش اي معلومه اضافيه خالص غير ان انا تعمل اوبجكت بيحصل الكومبايلر بيقدر يحدد، وبناء على اللي انت بتشغله بيقدر يحدد الحجم بتاع الايه؟ بتاع الذاكره. خلاص؟ ايه بيقول لك الهيب دي، الهيب دي كده نقدر نسميها از يوزد فور دايناميك الوكيشن اوف ميموري. بيقول لك الهيب كده نقدر نستطيع ان احنا نقولها ان دي مكان تصنف دايناميك، يعني دايناميك يعني حاجه ايه بتتغير، مش ستاتيك مش ثابته، يعني حاجه متغيره او مكان تحديد الذاكره يعتبر مكان دايناميك على حسب الايه؟ يقدر يمط يصغر على حسب الايه؟ الاستخدام بتاعه. ماشي. فبيقول لي على فكره الدوت نت فريم ورك بتاعتنا بتستخدم الجربج كوليكشن عشان تقدر تفري اب السبيس، عشان تفضي المساحات الايه اللي انت مش محتاجها ديورنج ران تايم. يقول لك الدوت نت على فكره عندنا بيستخدم الجارج كوليكشن، يعني خلاص احنا عرفنا الجارج كوليكشن، عرفنا الدوت نت شغال، يعني الدوت نت فريم ورك وكل لغاته بتستخدم الاسلوب بتاع الجارج ايه كوليكشن. وبدا يرجع لك تاني يقول لك الجارج كوليكشن هي عباره عن، وبدا يفسرها، فسرتها بس هو كاتب عليها ربع سطر كده، بس انا ايه فصلت الكلام ده كله. قال لك الجربج كوليكشن از ان اوتوماتيك بروسيس فور ريكفري اوف هيب، مش عارف ميموري، بيدور على الميموري اللي في الهيب، لوكس اوف ميموري والقطع بتاعتها، مش عارف يحاول يحددها وفري يعمل لها فري يفضيها لما يكون خلاص احنا مش عايزينها. والكلام ده حكيت لكم بالتفصيل. ايه؟ يمسح دي كوليكشن. ما هو الاستاك احنا اتفقنا ان هو بيرمي اوتوماتيك لوحده، مش احنا قلنا في الملحوظه اللي فاتت يا شباب ان الاستاك اصلا بيتمانجت وزاوت جاربش كوليكشن، بيشتغل جاربش كوليكشن ان هو اوتوماتيك بيرصهم وبيمسح، بيمسح هو اوتوماتيك سطر بسطر، واللي بيطلع ما تعرفش ترجعه. الاستاك بطبيعتها اصلا مش محتاج جاربش كوليكشن. ايه؟ ايه ده؟ لانه بيفضل في الذاكره. خلاص؟ طيب. بعد كده قال لك كويس قوي كده في تعليم المفاهيم، وهيبدا يخش على الفيزوتايبس بقى واربع جنيه كده، هو قدم مجموعه من المفاهيم الاساسيه قبل ما يبدا يخش بقى يقول لك ايه؟ تعالى بقى نصنف انواع البيانات ونبدا نقول الحاجات بتتعمل ازاي في البرمجه.